فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أن إفراد صيام عاشوراء أنه أقل السنة. نعم. يقول: هل إذا وافق عاشوراء يوم الجمعة هل يكره إفراده؟ لا، ما يكره، ما يكره، لأن ما هو قصده النفل المطلق، إنما قصده صيام عاشوراء، وافق يوم الجمعة يصوم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.